كيف ستقبض روح إبليس يوم القيامة؟ وماذا سيفعل إبليس حينما يعلم أن أجله قد حان؟ ومن سيقبض روحه؟ آخر كائن سيبقى على وجه الأرض بعد أن تقبض أرواح كل الكائنات الحية من البشر والحيوانات والطيور وحتى الحشرات، فحتى الجن والشياطين والملائكة ستقبض أرواحهم، وسيكون هو آخر مخلوق على وجه الأرض باقٍ بأمر الله. هو الملك الذي جلب التراب والطين من كل بقاع الأرض ليخلق الله بهم سيدنا آدم عليه السلام. هو المخلوق الذي قبض أرواح الخلائق من بداية الخلق وسيقبضها لنهاية الزمان. هو من قبض أرواح الرسل والأنبياء إلا رسولا واحدا، هو سيدنا عيسى الذي صعد للسماء، ولكنه سيقبض روح سيدنا عيسى بعد أن يعود في نهاية الزمان ليقتل المسيح الدجال. إنه ملاك الموت عزرائيل، قابض أرواح البشر والحيوانات والملائكة والشياطين. كيف سيقبض روح إبليس وما الذي فعله مع كليم الله سيدنا موسى؟ في إحدى المرات سأله الله عز وجل: ألم تبكي في مرة وأنت تقبض روحا من أرواح بني آدم؟ فأجاب ملاك الموت: يا رب، فأنت أعلم، فقد ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال: كنت أستعد لقبض روح رجلا يقول لصانع حذاء: اتقن تصليح الحذاء ليكفي من اللبس عاما، فضحكت وقبضت روحه قبل حتى أن يلبسه. فقال الله تعالى: وما أبكاك؟ فقال: بكيت حينما أمرتني أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء وكانت تضع مولودها، فقبضت روحها بعدما وضعت طفلها في الصحراء الجرداء، وأنا لبكاء الطفل في الصحراء دون أن يدري به أحد بكيت. فقال الله تعالى: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت حينما أمرتني أن أقبض روح من أرواح علمائك، فوجدت نورا شديدا يخرج من غرفته، وكلما اقتربت من غرفته خرج النور بشدة ليرجعني بقوة، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال الله تعالى: أتدري أنك لم تقبض روح الطفل الوحيد في الصحراء؟ وأتدري من هو العالم الذي أفزعك نوره؟ إنه هو ذلك الطفل الذي تركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. وحينما حان أجل سيدنا موسى عليه السلام النبي الذي اختصه الله بأن يكون هو كليم الله، ذهب له ملاك الموت متجسدا في شكل إنسان، وكان يحاول بعض الكفار أذيته، فدخل عليه ملاك الموت، فاعتقد سيدنا موسى أنه رجلا غريب يريد أذيته، فضربه بالعصا ففقع عينه. فعاد ملاك الموت لله واشتكى له وأخبره بما حدث، فأمر الله ملاك الموت بالعودة وتقديم عرضا عظيما على سيدنا موسى. عاد ملاك الموت لسيدنا موسى ثم وضع يداه على عينيه المفقوعة فعادت كما كانت، فصدقه موسى بأنه ملاك الموت، فأحضر ملاك الموت ثورا وطلب من موسى أن يضع يداه عليه ويمررها منذ أن مقابل شعره ليلمسه موسى من شعر الثور سيزيد عمره عاما، فلو لمس ألف شعرة سيزيد عمره إلى ألف عام. فسأل موسى ملاك الموت: وماذا بعد؟ فقال الملاك الموت: فلا بد منه. قال موسى عليه السلام: فالآن؟ فاختار موسى الموت على أن يعيش لمئات أو ربما لآلاف السنين، فقبض ملاك الموت روحه. وأما قصته مع إبليس فهي مختلفة تماما، فكان ملاك الموت يهاب ويخاف الأنبياء والعلماء، أما إبليس فأهانه أذله وأرعبه، فهو الذي سيقبض روح إبليس بعد النفخة الأولى، فيذهب ملاك الموت بصورة مرعبة لو نظر لها أهل السماوات السبع، وأهل الأرض لذابوا من هول رؤية ملاك الموت. فجعل ملاك الموت يزجر زجرة لو سمعها أهل المشرق والمغرب لصعقوا. فيقول ملاك الموت لإبليس: قف يا خبيث، لأذيقنك اليوم الموت بعدما أغويت. كم من عمر أدركت وكم من قرون أضللت وكم من قرناء لك بسوء الجحيم يقارنونك، وهذا الموت المعلوم الذي بينك وبين الله إلى أين تهرب؟
فيهرب الشيطان إلى المشرق، لا يزال يهرب في الأرض، ولا محيص ولا ملجأ له، ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم ويقول: من أجلك يا آدم تحولت لملعون، فيا ليتك لم تخلق. فيقول لملك الموت: بأي كأس تسقيني؟ يعني بأي عذاب تقبض روحي؟ فيقول ملك الموت: بكأس أهل لظى والنار والجحيم أضعافا مضاعفة. يتمرغ إبليس في التراب مرة ويصيح أخرى، ويهرب مرة من المشرق وإلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، حتى إذا كان في الوضع الذي هبط فيه حينما لعن وصارت الأرض كجمرة وتحتويه الزبانية، فيطعنونه بالكلاليب، فيكون في النزع والعذاب إلى ما شاء الله، ثم يقبض ملاك الموت روحه، ثم تبدأ اللحظات الأخيرة ليوم البعث والحساب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك فضلا وليس أمرا. تعليق بالصلاة على النبي، لايك للفيديو الدل على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف ستقبض روح إبليس يوم القيامة؟